هابيل، عد بأغنامك عن هذا الطريق. طريق؟ أي طريق تعني يا قابيل؟ طريقي. ألك طريق ولي طريق؟ منذ متى؟ منذ اليوم لن أسمح لأغنامك باجتياز هذا الطريق وأن تمر بأرضي. عجبا، وكيف إذن سأعود ومن أي طريق؟ ليس هذا من شأني. ولكن لماذا تسد علي الطريق؟ لأن أغنامك ستبعثر هذه الأكوام من الثمار التي تعبت في جمعها. انظر معي. ما هذا الذي صنعته يا قابيل؟ ولماذا تجمع كل هذه الثمار؟ للطعام. ولماذا ترعى أنت الأغنام؟ ألشيء غير الطعام؟ وما الحكمة في أن تجمع كل هذه الأكوام من الطعام؟ كي لا أعمل كل يوم، ما دمت أستطيع أن أختزن طعاماً عدة أيام. وماذا تصنع في باقي الأيام؟ تجلس بلا عمل؟ كما تفعل أنت. ألا تجلس كل أيامك لا تفعل شيئاً سوى مراقبة ورعي هذه الأغنام البائسة؟ ومع ذلك ماذا تريد مني؟ أن تزيل هذه السياج التي حول الأرض، وألا تؤذي لي بودا مرة أخرى، وأن تعود معي. لن أعود، وسأبقى هنا في أرضي. وداعا يا قابيل، ولن أعود غدا من هذه الطريق، سأبحث عن طريق أخرى. التي حلت على الجميع. وما يدريك أن أبناء آدم لن يفسدهم أيضاً ويسفك الدماء. ها أنت ترين الآن ماذا يفعلون. إنهم يعمرون الأرض. قد يأتي من بعدهم من يفسد ويسفك الدماء، ولكن تظل رسالتهم على الأرض هي الإعمار. انظري إليهم كيف يعملون. ونحن أيضاً سوف نعمل، ولكن على إفساد حياتهم وعلى بث الضغينة والفرقة بينهم، انتقاماً منهم ومن آدم ومن ذريته إلى يوم القيامة. أحاط قابيل أرضه بسياج عال من الأشجار والأحجار، وصنع باباً وأغلقه عليه، وكان يزيد في مساحة أرضه يوماً بعد يوم، ويحتكر ثمار الأرض لنفسه، ويضيق الطريق على هابيل وأغنامه. افتح يا قابيل، افتح. ما هذا الذي تصوبه نحوي؟ وجهك مخيف يا قابيل، ماذا حدث؟ هل أنت غاضب من شيء؟ لا، ولكني ظننت أن أحداً يحاول اقتحام أرضي، فخرجت ومعي هذا الغصن. أحد يحاول أن يقتحم أرضك؟ كيف؟ هل يوجد غيرنا هنا يا قابيل على هذه الأرض؟ أم هل تظن أنني أقتحم عليك أرضك؟ أقتحم عليك مكانك يا قابيل؟ أم تعني زوجة المستقبل لبودا
التي طردتها من هذه الأرض. ظننتك وحشا من البريه، ولكننا في وضح النهار. ظننتها أغنامك فخشيت على ثماري منها. أغنامي وديعة مسالمة. هابيل، ماذا تريد؟ تريد عراكا؟ تريد أن تصارعني؟ إنني أتحدث معك، أحاورك. اسأله يا هابيل، لماذا طردني أنا لبودة ولم يطرد إقليما؟ أنت هنا يا لبودة؟ لماذا عصيت أمري وعدتي؟ ألم أقل لك أن تذهبي إلى غير رجعة؟ تكلمي، تكلمي. هابيل، تكلم. عليك أن تعيد لبودة يا قابيل، فهي قرينة مستقبلك، ثم إنها أختي توأمي. ومن أدراك أنها ستكون قرينة مستقبلي؟ أي قوة تجبرني على ذلك؟ قوة العرف. ماذا؟ ماذا تعني بهذا العرف؟ هذا ما سنه أبونا آدم وتعارفنا عليه يا قبيل. هذا هو العرف الذي اتفقنا على قبول أحكامه بيننا. هل هذا الذي تسميه العرف؟ أجل هو ذاك. أنا لا أعرف ما تتحدث عنه ولا أفهم هذا العرف. هل لا سمحت لنا بالجلوس معك؟ لن تفلت بفعلتك هذه يا إبليس، ولن تفلت من عقاب أبي. هل سمعتم؟ إنها تتوعدني. تتوعد إبليس. غدا سيأتي هذا السمي إلي مستعطفا متذللا طالبا رحمتي. لن يحدث هذا أيها اللعين. رغم كره
أيها الشقي المسكين، إنك لم تتعلم من دروس الماضي. كبرك وغرورك يصوران لك أنك تستطيع أن تحكم العالم، أن تأمر فتطاع. ستحيا يا إبليس ملعونا إلى الأبد من السماء والأرض. استفزز من استطعت يا إبليس بخيلك ورجلك من الجن والإنس، فسيظل آدم وبنوه من بعده، سواء من أضللت وأغويت أو من نجا من حبائلك تشملهم رحمة الله، العاصي منهم والطائع. أما أنت يا لعين فمطرود من رحمته إلى الأبد. اخسئي أيتها الشقية البائسة، أنا لن أطرد وحدي من رحمة الله. إنه الوعد، الوعد الذي قطعته أمامه عندما أمهلني إلى يوم يبعثون، أن أقعد لهم الصراط المستقيم، فأنا أعرف نقاط ضعفهم وأين مداخلي إليهم. أنا في دمائهم، في عروقهم وصدورهم. لن يفلتوا مني، هل تسمعين؟ لن يفلتوا مني. خذوا هذه الملعونة من أمامي.